إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على أن هيأ هذا اللقاء العلمي في موضوع من أهم الموضوعات، وفي هذا المكان المبارك في المسجد الحرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة العلمية خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. والكتاب الذي سوف ندرسه في هذه الدورة هو كتاب لمعة الاعتقاد لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، وهو في مسائل من مسائل الاعتقاد أجملها واختصرها وذكر طرفاً من أدلتها. وقبل أن نبدأ في الكتاب أريد أن أشير إلى بعض المسائل التي تعيننا على فهم مسائل العقيدة، وهذه المسائل باختصار هو أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا هذا الدين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما نحتاجه في ديننا من مسائل العقيدة ومسائل الأحكام فقد اكتمل في زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، فلم يترك شيئاً مما يحتاج له المسلمون من مسائل الأحكام أو مسائل العقيدة إلا وقد بيّنه ووضّحه للمسلمين. وقد أعطاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، فكان ينزل عليه الوحي وهو يبلغه للمسلمين، والمراد يبلغه لمن حوله ممن تقوم به الحجة، فليس كل المسلمين فهموا كل الدين، وإنما قد بلغ من حوله من صحابته ممن تقوم به الحجة في نقل هذا الدين. ولهذا لا بد أن نوقن بأن دين الله عز وجل الذي تعبدنا به نقل إلينا كاملا، وما ضاع من دين الله شيء، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختار هذا الرسول الكريم لتبليغ هذا الدين، ونزل هذا القرآن الكريم بلسان عربي مبين، ولذلك يفهمه الصحابة عندما يتلى عليهم. وما أشكل عليهم من بعض المسائل فإنهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم
ويوضح لهم ذلك. فليس للدين ظاهر وباطن، وإنما هو الدين بل كما بلغ إلى المسلمين على ظاهره كما نزل، فليس فيه أسرار مخفية ولا معاني باطنية لم يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا لما حج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استشهد الناس وهم يزيدون على 100,000 من الحجاج من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم فاشهد. فأشهد الله عليهم في يوم عرفة أنه قد بلغهم البلاغ المبين. ولهذا فإن المسلمين ليسوا بحاجة إلى أن يبحثوا عن عقائدهم لا في كتب الفلسفة ولا في كتب علم الكلام ولا في التوراة ولا في الإنجيل. ولما رأى صلى الله عليه وسلم أن في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة يقلبها، قال له: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. فلهذا ما لم يكن ديناً على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون ديناً بعده، وإنما الدين قد كمل في زمنه صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم هم من أفضل الناس فهماً ومن أحرص الناس على دينهم ومن أحرص الناس على البلاغ، ولا يكون أحد بعد الصحابة أعرف للدين من الصحابة أبداً، لن يكون، لما تكامل فيهم من الفهم والنصح والعلم وعدم التعقيد، فهم قد فهموا الدين فهماً صحيحاً سليماً. ولهذا لا يمكن أن يجمع الصحابة على شيء ثم يكون هذا الشيء ليس بصحيح أو غير مناسب. ولهذا أجمع المسلمون على أن الصحابة نقلوا لنا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم عدول في نقلهم، ولهذا لا نحتاج إلى أحد يعلمنا ديناً غير ما جاء به الرعيل الأول من الصحابة. والفهم الصحيح هو فهم الصحابة، فهم أنصح الخلق بعد الرسل وهم أفصح الخلق، وهذا الكتاب بلغتهم. فالواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى أخذ مسائل الاعتقاد عما ذكره الصحابة عن مسائل الاعتقاد وكذلك مسائل الأحكام، فالدين يؤخذ عن طريقهم وبما نقلوه لنا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رزقهم الله بتلاميذ بررة وهم التابعون ثم أتباع التابعون. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. ثم هيأ الله عز وجل حمل لهذا الدين ينقلونه من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، يؤلفون فيه المؤلفات ويذكرون الاستدلالات ويردون البدع على أصحابها. وكان منهم هذا الإمام الذي ندرس في هذه الدورة كتابه لمعة الاعتقاد، وهو قد ولد في عام 41 و500 من الهجرة، ومات في عام 20 و600 من الهجرة، ف
فهو قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون مولود عام 662 تقريبا، فهو قبله، مات قبله بعشرين سنة. وأنا أشير إلى هذه النقطة لأن بعض أهل البدع يقولون إن مذهب أهل السنة والجماعة لم يحرم، وإنما يذكر في مسائل الاعتقاد فكله أو بعضه من اجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية، فيظنون أن هذه العقيدة الصحيحة التي يتبناها الآن أهل السنة والجماعة ويدرسون كتبها وينشرون كتبها، يظنون أن هذه من اجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية. فكون هذا العالم النحرير قبل شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على أنها سلسلة متصلة من الأئمة الذين كتبوا في مسائل الاعتقاد. وهذا الرجل يثنى عليه ثناء عاطرا، فهو قد درس في دمشق وسافر إلى بغداد وأخذ عن علمائها، وسافر إلى مكة وأخذ عن علمائها، ثم رجع إلى دمشق ودرس فيها، وكان عالم مجاهد، فإنه قد اشترك بالحروب الصليبية مع صلاح الدين الأيوبي، فقد اشترك في محاربة الصليبيين، فهو عالم مجاهد من العلماء الكبار. ويدل على باعه في العلم الكتاب الكبير كتاب المغني الذي طبع في مجلدات كبيرة، وطريقته فيه كما تعلمون يذكر أقوال العلماء مستدلاً عليها بالأدلة الشرعية، فهي طريقة سلفية أثرية، ويذكر أقوال العلماء الآخرين، ولو له مؤلفات كثر ومنها هذا الكتاب المجمل في العقيدة الذي ندرسه. وقد أثنى عليه جملة من العلماء، وممن أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وحسبكم بثنائه، فإنه قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من موفق الدين ابن قدامة. شوف المدة هذه الطويلة، قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أوثق من ابن قدامة، أفقه، قال أفقه من ابن قدامة. وكان له تلاميذ نجباء، منهم أبو شامة الرجل المشهور في إنكاره للبدع، وأيضاً أثنى عليه بعض العلماء، هنا نص عن ابن رجب الحنبلي، يعني أذكره لكم وحسبكم بابن رجب شارح صحيح البخاري. قال ابن رجب عليه رحمة الله: ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، لم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، وهو يقصد بدقائق الكلام في المسائل التي كتبها أهل علم الكلام بطريقة فيها غموض والتواء واحتجاج بالعقل ونحو ذلك، فإن هذه تشوش على طالب العلم وتؤثر عليه. ولهذا قال: ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، يعني في باب أصول الدين وفي غيره من الأحكام، فكان يتبع المنقول، وهذا الواجب على المسلم أن يتبع الوحي. لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات. الإقرار أن يعترف وأن يقر بها كما سيأتي في منهجه، والإمرار يعني على معناها الذي أراده الله عز وجل والذي يفهمه المخاطب من ظاهر اللفظ من غير تفسير. فقوله من هنا من غير تفسير، المراد من غير تفسير بمعنى آخر غير المتبادر إلى الظهر،
من غير تفسير، يعني من غير أن يفسر بمعنى آخر غير المتبادر من ظاهر النص، ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعقيب، وكل هذه سوف يأتي لها إشارة إن شاء الله تعالى. فهذه شهادة من ابن رجب لهذا العالم النحرير. وأيضا هذه الشهادة لا تجعل أننا نقبل كل شيء من غير دليله، فإننا متعبدون باتباع الدليل. فلو جاءت كلمة من عالم وليس عليها دليل فلا نتبعها، لأن هذا الدين مأخوذ من الوحي، وأي إنسان لا بد أن يقيم الدليل على ما يذكر، فإذا لم يأتي بدليل فإنه لا يتابع على قوله. وهنا بدأ كتابه بخطبة، وهذه الخطبة هي ثناء على الله عز وجل. وأنتم كما تعلمون العلماء إذا ألفوا فإنهم يثنون على الله عز وجل في مبدأ مؤلفاتهم اقتداء بكتاب الله الكريم، فإن الله عز وجل افتتح القرآن بالفاتحة السبع المثاني، وهي ثناء على الله عز وجل. وأحيانا يفتتحون بخطبة الحاجة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز وهذا لا يجوز، ولا إشكال في ذلك. يعني إن كان ابتدى المؤلف الكتاب بخطبة الحاجة فهذه سنة، وإن أثنى على الله عز وجل بغير خطبة الحاجة فإنه قد أثنى بمعناها. ولهذا قال في مقدمة كتابه: الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود بكل في كل زمان. والحمد هو الثناء على الله عز وجل لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا الحمد لله بكل لسان، فإن المكلفين يحمدون الله ويثنون عليه، وغير المكلفين فإنهم يعبدون الله عبادة عامة. ولهذا الشجر والحجر والدواب وغير ذلك تصيح لله وتسبح لله وتثني على الله عز وجل، فهذا معنى المحمود بكل لسان، فيحمده أهل التكليف وغير أهل التكليف، المعبود في كل زمان. والمراد هنا العبودية العامة والعبودية الخاصة، فإن العبودية كل من في السماوات والأرض هم عبيد لله عز وجل. العبودية العامة والعبودية الخاصة هي عبودية أهل الإيمان لله سبحانه وتعالى. وفي كل زمان بمعنى أن العبادة ليست خاصة بزمن دون زمن، فإن الله عز وجل معبود قبل خلق آدم، قبل خلق آدم فإنه معبود، وكانت الملائكة تعبد الله عز وجل. ولهذا لما أخبرهم أنه سيخلق آدم فإنهم ذكروا أنهم هم يسبحون لله ويقدسون، فهم يعبدون الله ويثنون عليه قبل خلق آدم. ثم إن من مقتضى أسماء الله عز وجل، من مقتضى أسمائه وصفاته أنه غفور وأنه تواب إلى غير ذلك، فيدل على أن فيه عبيد لله عز وجل يستغفرون ويتوب عليه، فلذلك هو معبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان، الذي لا يخلو من علمه مكان،
فإن علم الله عز وجل شامل محيط، لا يعزب عنه مثقال ذرة في أي مكان، في الأرض، في السماء، في السماوات، في غيرها، لا يعزب عنه مثقال ذرة. ولهذا قال علمه في كل مكان، ولم يقل ذاته، لأن الله عز وجل مستوٍ على عرشه فوق سماواته، فليس الله مختلط بالبشر في كل مكان كما يزعم أهل الحلول والاتحاد، فإن الله أكبر من هذه الأمكنة وأعل أعلى وأجل. فلا يقال إن الله في كل مكان إلا مقيد بعلمه أنه يعلم أي مكان، أما بذاته سبحانه وتعالى فهو ليس في خلقه، وهو منفصل عن خلقه، وهو مستوٍ على عرشه، وهو العلي الأعلى، ولا يشغله شأن عن شأن. فإن الله عز وجل يصرف الأمور كلها، هذا يدعوه بلغته، وهذا يدعوه في كذا، وهذا يفعل كذا، والله عز وجل ليس كالبشر، فإن البشر عقولهم محدودة، وإذا اشتغل أحدهم بقضيتين أو ثلاث تشتت ذهنه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، يعني ليس له شبيه، جل عن الأشباه والأنداد، وليس له ند. والمراد بالند هنا المثيل والنظير، فليس لله ند ولا نظير ولا شبيه بمعنى المثيل، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس له ند لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في عبادته ولا في التقرب إليه، ليس له ند، فهو أحد صمد ليس كمثله شيء، وتنزه عن الصاحبة والولد، والمراد بالصاحبة هنا الزوجة، لأن الاحتياج للزوجة علامة الافتقار، والله غني عمن سواه، وكذلك الولد، فإن الولد لابد أن يكون فيه شيء من بعض صفات والده، فالله عز وجل متنزه عن الصاحبة والأولاد. ولهذا أنكر الله عز وجل على اليهود إذ قالوا عزير ابن الله، وعلى النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، وعلى المشركين الذين قالوا عن الملائكة بنات الله، فإن مقتضى غناه سبحانه وتعالى أن لا ينسب له شيء يدل على حاجته وافتقاره، فإن الله غني عمن سواه، ونفذ حكمه في جميع البلاد العباد، ونفذ حكمه يعني تقديره، فإن تقدير الله نافذ، والمراد به هنا القدر الكوني القدري، فإن تقدير الله نافذ وهو في كل الخلق، لأنه كتب المقادير، فإن كما تعلمون في ما يتعلق بالإرادة الكونية والإرادة القدرية ونحو ذلك، فإن الإرادة منها إرادة شرعية أمرية، فإن الله يريد منا الإيمان والإحسان، ويريد منا مكارم الأخلاق، وتقع من الناس بخلاف هذه الإرادة، لكن هذه الإرادة الشرعية الأمرية، أما الإرادة والتقدير الكوني القدري فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد. ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير، يعني مهما أشغلت تفكيرك فإنك لا تستطيع
أن ترسم صورة في ذهنك لله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر غيبي. وهذه هي الكيفية التي يقول عنها المسلمون أنها لا تدرك، الكيفية لا تدرك، كيفية الله عز وجل إطلاقا، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. يعني هذه الكيفية لن تدركها على الحقيقة، ولا يجوز لك أن تتوهمها، فتتوهم كيفية لله سبحانه وتعالى أو لصفة من صفاته أنها بهذا الكيفية، فإن هذا أمر غيبي، ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا جاء بهذه الآية التي جمعت بين النفي والإثبات، فإنه لما قال ليس كمثله شيء، هذا نفي عام، كل الأشياء ليست مثله، لكن قيدها بأنه سميع، بيّن أنه سميع بصير، فدل على أن النفي المنفي هنا هو أن يماثل من كل وجه، ليس هناك شيء يماثل الله عز وجل من كل وجه في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، ما في شيء يماثله من كل وجه، لكنه أثبت له السمع والبصر، والبشر لهم وغير البشر من بعض المخلوقات لها سمع وبصر، لكن لما تعرف يقدم لك ليس كمثله شيء، بمعنى أن هذا السمع والبصر ليس كسمع المخلوقات التي تعرف، وليس كبصر المخلوقات التي تعرف. ولهذا العلماء يقولون فيه شيء مشترك في الذهن لكنه ليس موجود في الواقع إلا مرتبط بشيء. يعني أنت لما تسمع كلمة البصر فهذا معنى كلي في الذهن، لما تسمع السمع معنى كلي في الذهن، لكن هذا المعنى الكلي لا يتحدد إلا بموصوفه. فإذا قلت مثلا بصر الجمل تحدد البصر الذي تتحدث عنه، إذا قلت بصر النملة تحدث البصر الذي، لكن بصر موجود كذا في يعني في مكان محدد اسمه بصر، ما هو مرتبط بمخلوق، ما في بصر. وهذا الذي يقال كل يوجد في الأذهان فقط، هذا الكلي، فهذا الكلي في نوع من الاشتراك في المعنى، ولو لم يكن فيه نوع من الاشتراك ما فصل الإنسان بين المعاني، لو لم يكن فيه نوع من الاشتراك ما فصل الإنسان بين المعاني. ولهذا مثلا لما يقال عن الجنة أن فيها لبن وفيها عسل وفيها خمر وفيها نساء، فإنك تدرك المعاني هذه أنها مختلفة، فاللبن لبن والعسل عسل، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، الحقائق مختلفة تماما، لكن فيه معنى هو الذي يرغبك أن تطلب هذه اللذائذ، فيه معنى كلي مشترك يتحدد إذا رأيته في الواقع، فهذا الذي يرغبك. ولذلك عندما يأتي الحديث عن أسماء الله وصفاته الكثيرة في القرآن فإنك تفهم من كل اسم وكل صفة معنى، لكن هذا المعنى ما تحدده بالتي تعرفها، لكنه معنى في اشتراك ذهني، فأنت تفرق بين سمع وبصر. ولهذا لما يأتي الحديث عن مسائل العذاب ونحو ذلك فإن القلوب توجف، يصيبها خوف، وإذا جاء الحديث عن الرحمة والمغفرة فإن القلوب يكون فيها رجاء وأمل في رحمة الله
رحمة الله عز وجل، هذا الذي أحدثه بنفسك هو المعنى، المعنى الكلي، هذا الذي أحدثه بنفسك هو المعنى الكلي، وهذا الذي أمرنا بالتدبر فيه. لما نتدبر ونعرف المعاني، لكن ليس كمثله شيء. فهذا الموضوع يعني ركز العلماء على بيانه، لأن المعنى المشترك هذا أراد أهل التعطيل نفيه، وقال لو فهمنا المعنى المشترك فمعنى ذلك وقعنا في التشبيه ووقعنا في التمثيل. انتبهوا لهذا جيدا، قالوا لو أردنا المعنى المشترك فإننا وقعنا في التمثيل والتشبيه، ولهذا نحن لا نفهم معنى. وهذا مكابرة للحس، يعني شخص يقول أنا ما أفهم من رحيم مثل قدير مثل قوي، هذا كل واحد له معنى، لكن هم يحولون بين الإنسان وبين التدبر في هذه المعاني، يقولون لا تتدبر فإن هذا التدبر يجرك للتشبيه والتمثيل، فلا تتدبر في هذه المعاني، وهذا بخلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن التدبر هو في هذه الأسماء والصفات. لما تتدبر في اسم صمد، غني، عليم، قدير، حكيم، هذا هو هذا الفقه الصحيح، وهذا هو التعبد لله الصحيح. ولهذا لما سمع الصحابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الله أنه يضحك، ولم يسمع قبل ذلك لأن صفة الضحك جاءت في السنة، قال وأنه يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر وكلاهما يدخل الجنة، يعني الكافر يقتل المسلم ثم يسلم الكافر وكلاهما يدخل الجنة. فقال الصحابي يا رسول الله أيضحك الرب؟ قال نعم. انظروا هذا الرجل ما قال كيف يضحك، سأل عن المعنى الكلي، أيضحك الرب؟ لكنه فهم المعنى الكلي، فإن الضحك فيه رجاء وأمل، فيه رجاء وأمل، فإن الضحك يعني ما هو مثل الغضب، فيه رجاء وأمل. فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن إيش فهم؟ ماذا فهم الصحابي؟ فهم الأمل من هذا الضحك، وأن لأن الذي يضحك لك الذي يضحك لك غالبا هو لن يسيء إليك، إذا قابلك بضحك وبشاشة فإنه لن يسيء إليك، فلذلك فهم هذا المعنى وهذا الأمل، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. هل أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال ما لماذا تفهم هذا المعنى؟ هل قال ما أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في فهم مما يدل على أن المعاني تفهم على ظاهرها، لكن الظاهر ليس هو المشابهة، لأن الصفة لا تتحدد إلا بربطها بصاحبها، فليس السمع كسمع المخلوقات وليس البصر كبصر المخلوقات. والدليل على ذلك إن المخلوقات أنفسها سمعها يختلف عن بعضه وبصرها يختلف عن بعضه وهي مخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء الحسنى البالغة الحسن، لا أحسن منها، لا أحسن من أسماء الله عز وجل. والصفات العلى أعلى الصفات التي لا نقص فيها، الصفات العلى أعلى الصفات التي لا نقص فيها، التي لم يسبقها عدم ولم يلحقها فناء. ومن المعاني في الأسماء الحسنى أنها تدل على اسم وعلى صفة،
تدل على اسم وتدل على صفة. فإذا قلت القدير فهو اسمه القدير، إذا قلت القدير فهذا اسمه القدير وتدل على صفة القدرة، لكن صفة القدرة هذه هي العالية أعلى شيء، التي لا يعجزها شيء والتي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وهذا ما تكون في صفات أحد من الذين عندهم قدرة، فإن البشر عندهم قدرة لكنها ليست قادرة على كل شيء وقد سبقها عدم وسوف يلحقها فناء. فلذلك هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى هي منفردة، ولهذا سمي التوحيد بما يتعلق بالأسماء توحيد الأسماء والصفات، لأنه سبحانه وتعالى منفرد، يعني أنت تفرده بأسماء لا تتحقق في المخلوقين وإن أطلقت عليهم، لكن أطلق عليهم الناقص منها، وأما الكامل فهو غير مطلق عليه. فأنت توحد الله بمعنى أنك تفرده بهذه الأسماء وبهذه الصفات، وهذا التوحيد بالأسماء والصفات من أعظم أنواع التوحيد. ولهذا كثرت مؤلفات أهل السنة والجماعة فيه لسببين. السبب أحد الأسباب أن أهل البدع أول انحراف وقع عندهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فإن بدعة الجهمية والمعتزلة كانت في الأسماء والصفات، فلذلك أرادوا أن يردوا على أهل هذه البدع فنشروا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. المسألة الثانية أن توحيد الربوبية والإلهية داخل في توحيد الأسماء والصفات، فإن الرب اسم من أسماء الله عز وجل، والإله اسم من أسماء الله عز وجل، فأنت إذا أتقنت باب الأسماء والصفات أتقنت باب الربوبية وباب الألوهية. واضح ولا ما واضح؟ إذا أتقنت باب الأسماء والصفات فإنه سوف يأتيك معنى الرب فتتقن باب الربوبية، ويأتيك معنى الإله ومعنى الله فتتقن باب الإلهية. ولهذا إذا حصل خلل في توحيد الأسماء والصفات أو خلل في توحيد الربوبية فإنه يحصل خلل في توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، فيؤثر الخلل هنا وهنا عليها جميعا، يؤثر الخلل في توحيد الأسماء والصفات أو في توحيد الربوبية أو توحيد الإلهية. ولهذا كثرت، يعني انظروا مثلا البخاري عليه رحمة الله لما جعل كتاب سماه كتاب التوحيد أكثر ما فيه يتعلق بالأسماء والصفات، أكثر ما فيه أولا لمحاربة هذه البدع المنتشرة، ولذلك العلماء أحيانا في تصنيفاتهم يلاحظون قوة الانحراف في زمنهم فتجد التوسع في هذا، وهذا الذي يفسر مثلا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب توسع في توحيد العبادة في توحيد الألوهية، لأن الانحراف الذي كان منتشر في زمنه أكثره في هذا، في عبادة القبور، في عبادة الأضرحة، في التوسل بالأولياء، في النذر لهم، في الذبح لهم، ولهذا فصل في هذا الأمر العلماء في زمن البخاري ومن معه أيام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحو الماتريدية كان الانحراف في باب الأسماء والصفات، ولهذا ترجع مثلا إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة أو كتاب التوحيد البخاري أو خلق أفعال العباد فتجده يعني ألف الكتاب أصلا يرد انحراف منتشر، لكن بعضهم يعني يقدم للناس النصوص التي ترد عليه،
ليس مجرد كلام بل مجرد ذكر النصوص، والمراد منه أقصد نصوص الوحي، ذكر دلائل الوحي عند الانحرافات، هذا أمر مهم، لأن الذي يؤثر في الناس ويقنع الناس هو الأدلة. ولهذا لما تكون في زمن مثلا ينتشر فيها الغنى والموسيقى ونحو ذلك، فتؤلف كتاب فيه ذكر الأدلة على تحريم الموسيقى، فإنك بهذا عالجت هذا الانحراف. فنظر الناس في الأدلة، فيه مثلا التساهل في الربا، فذكرت في ذلك الأدلة من الآيات والأحاديث وفسرتها فقط، فهذا يرد هذا الانحراف ردا كبيرا. وهكذا، فكل انحراف يأتي فعلاجه في الكتاب والسنة، في الأدلة، علاجه في الكتاب والسنة. ولذلك قد تجد بعض العلماء يكثر الحديث عن هذا الأمر كأنك ترى أنه بالغ فيه أو أكثر من غيره، وهو لا، فيه تأثير من الانحراف الذي في زمنه فكتب هذا الكتاب. يعني انظروا مثلا إلى العلماء المتأخرين لما جاء التشريع الوضعي وجاءت القوانين الوضعية، كيف بدأوا يتكلمون عن موضوع التحليل والتحريم، وأن التحليل والتحريم هو لله سبحانه وتعالى وليس للبشر أن يحللوا وأن يحرموا من دون الله عز وجل. هذه القضية في بعض الأزمنة كانت بديهية ما يحتاج أنك أتعلم. لكن لما يأتي الانحراف بهذه الطريقة وينتشر عند الناس ويأتي بشر يمارسون التحليل والتحريم للناس من دون الله عز وجل، فعند ذلك لا بد من نشر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة. والناس يكفيهم الدليل، دعك من مفاهيمك أنت لما تأتي، ولذلك الناس لا يلتفتون إلى مفاهيمك أنت، يعني أنت لما تفهم هذه المسألة بفهم وتنزلها، فهمك ما هو حجة على الناس، فهمك ليس بحجة على الناس، وقد يزل بك القدم وتفهم فهما غلطا وتعالج البدعة ببدعة والانحراف بانحراف، لكن هو يكفي أن تبرز النصوص، يكفي أن تأتي بالآيات والأحاديث وأقوال السلف المتبوعين، أما غير ذلك فهذا. ولذلك يعني الأفهام المعاصرة لبعض المسائل هذه يعني ليست ملزمة لأحد، وإنما أن تأخذ الدليل الذي جاء به، هو استدل على هذه المسألة بكذا، أن تأخذ الدليل وارجع إلى فهم السلف الصالح، اترك فهم، لأنه قد تزل به القدم في الفهم ويحمل الدليل ما لا يحتمل. فأنت خذ هذا الدليل وارجع بماذا فسره الصحابة، ماذا فسره التابعون، فهذا عصمة لك، هذا عصمة لك من الوقوع في الخلل، عصمة لك من الوقوع في الخلل. لأن الناس الآن بعضهم يتحمس لقضية ويفهم من الدليل فهما غلطا وينزل الحكم على هذا الدليل، وتنزيله غلط والدليل ليس هذا معناه. لكن أين تجد المعنى الصحيح؟ تجد المعنى الصحيح عند أهله، عند الصحابة والتابعين. ولهذا ينصح بالرجوع في التفسير مثلا إلى التفسير بالأثر، لأن التفسير بالأثر ينقل لك بالسند الصحابي أو التابعي قال كذا وقال كذا، فيعني أبعدت عن فهم المعاصرين. وبعض المعاصرين فهموا سليم ويأخذ من الكتاب والسنة ومشهود له بالعلم، لكنك ما أنت ملزم به، حتى يعني تضمن أنك أخذت العلم الصحيح من مصدره. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، وبدأ بهذه القضية، لأن هذه القضية من أكبر القضايا، هذه القضية من أكبر القضايا، وهي ما يتعلق بعلو الله على عرشه
الرحمن على العرش استوى. وأكثر انحرافات الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات أكثرها في هذا الأمر، فهم يماحكون في علو الله عز وجل، يماحكون في علو الله عز وجل. فبعضهم يرى أن الله في كل مكان، وبعضهم يرى أن الله أن العالم داخل في الله، يعني يعتبر أن الله عز وجل كالفلك والعالم داخل في الله عز وجل، ونحو ذلك من الانحرافات. وهذا كل الأدلة ترده من الكتاب والسنة، ولو كان فيه معنى غير المتبادر من الظاهر لقال الرسول صلى الله عليه وسلم للناس انتبهوا، ترى هذا المعنى مراد به كذا، فهو أنصح الناس للأمة، وهو لا يريد ضلال الأمة. ولذلك الذين أتوا بعده يأتون إلى نصوص ويقولون لا هذه غير مرادة، يأتون مثلا إلى صفة اليد ويقولون هذه ليست مرادة، وما المراد منها؟ قالوا القدرة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل عنده قصور في البلاغ؟ لا يقول لأمته ترى المراد باليد القدرة، ليس عنده قصور في البلاغ. هل عنده قصور في النصح لأمته أن يعلمها؟ ليس عنده البتة. هل الله عز وجل أراد منا الفهم والبيان والتعقل والتدبر، ولا أراد أن يعمي علينا الأشياء؟ لا شك أنه فصل القرآن وأحكمه لنفهم ولنتدبر. فأنت هذا المعنى من الذي قال به قبله؟ هل قال به الرسول؟ لا. هل قال به صحابي؟ لا. هل قال به تابعي؟ لا. مروا هؤلاء كلهم لا يعرفون ما تعرف أنت. ولهذا لما جاء أحد بعض السنة والجماعة في زمن المامون، فإن المامون قد أضله بعض علماء الضلال فركبوا في ذهنه بدع، وأن ظاهر النصوص يدل على التشبيه والتمثيل، ولهذا أنكروا ظاهر النصوص وبحثوا لها عن معاني، بحثوا لها عن معاني عندهم. وكان أول مما بدأ به كلام الله عز وجل، وقال كلام الله مخلوق. فلما جاءه هذا العالم قال أريد أن أسألك، هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن كلام الله مخلوق؟ قال نعم. قال فهل بين أم كتب؟ هل بين للناس ترى مخلوق ولا كتب؟ فتوقف. فقال هل علم الصحابة أن كلام الله مخلوق؟ قال نعم. قال فهل علموا، هل كتموا ولا بينوا؟ فإذا ما في شيء. قال ألا يسعك ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وسع الصحابة؟ ألا يسعك هذا؟ فهؤلاء الذين يأتون بمعاني ما لها أصل بحجة أنها تؤدي إلى التشبيه، هذا الفهم أنها تؤدي إلى التشبيه هو فهم غلط، فهم باطل، وهذا الفهم الباطل جرهم إلى هذه البدع. ولو سلموا للنصوص كما سلم الرعيل الأول وآمنوا بها وابتعدوا عن هذه الخزعبلات لسلم الناس من شرورهم ومن انحرافاتهم. ولهذا هذه الانحرافات الآن تنتقل من جيل إلى جيل، ومن بلد إلى بلد، ومن مؤلفات إلى مؤلفات. هذا قدر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يبتلي العباد بعضهم ببعض. ولهذا ابتلي الصحابة رضوان الله عليهم بالخوارج، وهم في زمن آخر الصحابة ابتلوا بالخوارج، يفهمون فهما أعوجا ويقاتلون الصحابة على هذا الفهم الأعوج، وليس معهم صحابي واحد. ولهذا لما جاءهم ابن عباس
قالوا من أين أتيت ابن عباس؟ قال أتيت من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معكم منهم أحد. فهل هذا معقول؟ يعني كل الصحابة ما يفهمون هذا الفهم ومع هذا لا يتهمون أنفسهم أنهم على ضلال. ثم ابتلوا بعد ذلك بالمرتدين، ثم ابتلوا بعد ذلك بالزنادقة الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه انحرافات مبكرة، ولا شك أن هذا من البلاء، هذا من الابتلاءات، أن الله عز وجل يبتلي الناس حتى يتبين الحق، كما يبتلي المسلمين بالكافرين ليحصل بينهم الجهاد ويحصل بينهم البراء والولاء للمؤمنين ويتخذ الله من المسلمين شهداء. فهذا قدر الله الكوني، قدر الله الكوني يحصل لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، ولهذا لما جاءوا يفسرون الاستواء قالوا المراد بذلك الاستيلاء على العرش، وقبل ذلك من كان مستولي على العرش؟ انظروا كيف يخترقون المعاني. قالوا وقبل ذلك من كان مستولي على العرش، هل كان في احد يغالب الله عز وجل ثم استولى عليه بعد خلق السماوات والارض؟ فلا المعنى في اللغه العربيه يصح، ولا في التفكير السليم يصح، وإنما معنى استوى يعني صعد وارتفع على العرش سبحانه وتعالى. والله قد خلق العرش قبل السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض ثم جعل هذه المخلوقات تحت العرش، جعل هذه المخلوقات تحت العرش بل تحت الكرسي، لأن السماوات والأراضين أمام الكرسي كحلقة في أرض فلاة، ثم بعد الكرسي العرش، والله عز وجل مستوى على عرشه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وهذا بيان لملك الله عز وجل الشامل، لا يخرج من ملك الله شيئا، لا في السماء ولا فوق السماء ولا تحت ولا في الأرض ولا في تحت الأرض، فكل ما عدا الله فهو مخلوق مملوك لله، كل ما عدا الله فإنه مخلوق مملوك لله سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهذا يعني بعد أن ذكر الاستواء على العرش، وذكر العلم المحيط الشامل الذي يعلم السر وأخفى من السر. إيش اللي يخفى من السر؟ يعني ما يرد في ذهنك من خواطر السر، مثلا لو تكلمت مع شخص سر ولا كلام بسيط بينك وبين نفسك، أخفى من السر الخواطر التي قد تخفى عليك أنت في ذاتك، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فهذا علمه المحيط الشامل، ولهذا قال بعض السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن سلموا به خصموا وإن أنكروه كفروا، لأن بعض القدرية ينكرون العلم هذا فيقولون لا يعلم المعصية التي سوف تقع من الشخص إلا بعد أن تقع، وهذا انتقاص لعلم الله عز وجل، لا يعلم المعصية من الشخص إلا تقع. الدليل الذي يستدلون به لأنه لو كان يعلم ذلك لوجب عليه أن يمنع العاصي من الوقوع فيها،
انظروا كيف قاسوا. قالوا لأن الإنسان لو علم أن بعض الناس سوف يقع في معصية فإنه يحسن منه أن يمنعه عن هذه المعصية ولا يتركه حتى يقع فيها، فإنه قبيح بالإنسان أن يترك الإنسان حتى يقع في المعصية وهو قادر على منعه من المعصية. طيب أنت تقيس الله على 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 الإنسان؟ لو أراد الله عز وجل أن يكون الناس جميعا أهل الإسلام لحصل، لكن هذه حكمة التكليف، حكمة الله. فمن ذلك أن المعصية مكتوبة على الشخص ويفعلها ويعاقبه الله عليه، وهي مكتوبة عليه ويفعلها، لكن هذا الشخص عنده قدرة أن يمتنع عن المعصية فلم يستخدم قدرته في الامتناع، أما أن الله ما يعلمه. فهذه مشكلة القدرية، إنهم يقيسون ما يحسن من المخلوق على ما يحسن من الله، وشتان بين ذلك. ولهذا جاء بموضوع العلم هنا قال: أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما، وهذا دلالة على القدرة التي لا تحد والعزة والحكمة، فهذه كلها من صفاته سبحانه وتعالى. ووسع كل شيء رحمة وعلم، كل شيء يعني حتى البهائم عندها رحمة على أولادها، الكفار عندهم رحمة من هذه الرحمة العامة الموجودة في الأرض، كل شيء وسعه الله عز وجل رحمة وعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه قاعدة مهمة عظيمة جدا فيما يتعلق بالله عز وجل في أسمائه وصفاته، فإنه لا يطلق على الله من الأسماء والصفات إلا ما جاء في الكتاب والسنة، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. فلذلك لا يمكن أن تنسب إلى الله اسم ليس موجود في الكتاب، ولا صفة ليست موجودة في الكتاب، ولا اسم لم يطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتكلم إلا بوحي خاصة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وفي دين الله، والله عز وجل لا يقره على باطل، ولو قال قولا ليس بصحيح فإن الله عز وجل يصحح له ولا يقره على باطل البتة، فدل على أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الله هو مثل ما قال الله في حق نفسه. وهذا أيضا يدل على قال بعد ذلك: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قال: وما صح ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى، لأن ليس كل حديث منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصح، تعلمون حتى بعض الزنادقة وضعوا أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله قيض لها جهابدة من أهل العلم ينخلون هذه الأحاديث ويبينون الصحيح من الضعيف. فلذلك لا تستدل فيما يتعلق بدينك إلا بحديث صحيح، وهذا يدل على أن ما صح أن هذا يدل على أن الدين ما جاء فيه من أحاديث فهي محفوظة بكاملها. ليش؟ من أين أخذنا هذا؟ من أين أخذنا أن ما صح في الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ ولم يضع من شيء؟
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن الذكر يشمل القرآن والسنة، والله عز وجل تعهد بحفظه، فدل على أنه لن يضيع حكم من الأحكام غير موجود البتة. لكن يجهله كثير من الناس، نعم، لكن يسخر الله له من يظهره ممن تقوم به الحجة، يسخر الله له من يظهره ممن تقوم به الحجة. وهذا يرد ترهات الرافضة الذين يقولون ذهب من القرآن مثل القرآن، وذهبت أحاديث كثيرة وكذا، فهذا كلام باطل مردود، لأن الوحي الذي نحتاجه في الدين فهذا محفوظ ممن تقوم به الحجة. ولهذا هنا بعض من الناس يعني أتى بشيء جديد ما قاله السلف البتة ولا قاله الصحابة، وهو أنه يقول لا نحتج في العقيدة إلا بالمتواتر، وأما حديث الأحاد الصحاح فنحن لا نحتج بها. من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا؟ ألم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن لوحده؟ فلو كان الشخص إذا بلغ الناس الدين ما تقوم به الحجة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل فوج كامل حتى يكون في تواتر. فإذا كان يرسل الرسل شخص لوحده فدل على أنه تقوم به الحجة، خاصة إذا احتفت القرائن به وتقبله الناس. ولهذا هو ذكر شرط هنا وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، يعني إذا تلقاه المسلمون وخاصة الصحابة والتابعين تلقوه بالتسليم ومن بعدهم، فإن بعض الأحاديث التي قد يكون في السند صحة لكن فيها علة خفية، ولهذا لم يتلقاها الناس بالقبول، لم يتلقاها أهل السنة بالتسليم والقبول.